جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم وضع اليد على القلب بعد المصافحة؟ عادة لا تنكر لكنها لا تنسب إلى الشرع. المشروع المصافحة يا إخوة. التحية فيها عبادة وفيها عادة ولا يخلط الأمران. فالمصافحة عبادة، وأما ما يفعله بعض الناس من أمور التحية مثل العناق، المعانقة لغير القادم من السفر، هذه من عادات الناس. كيف يعانقون؟ هذه من عادات الناس. بعض الناس إذا سلم عليك وضع يده على قلبه إشارة إلى المحبة، إشارة إلى المحبة، فهو يجمع لك بين السلام بالمصافحة والمحبة بالإشارة. عادة من عادات الناس لا تنكر ولا تقرر، لا تنكر ولا تقرر. ما يعني إذا كان هذا موجود في عادات الناس فإنا لا ننكره، لكن لا ننسبه إلى الشرع أو نستحسنه أو نقول إنه أفضل. نعم.